يعني أولاً البيان الصادر عن الرئاسة المصرية تحدث بوضوح أن الاجتماع الثلاثي الذي دعا إليه رئيس جنوب أفريقيا بحضور رئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي وهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي اتفقوا على عدم القيام بأي خطوة أحادية من قبل أي طرف، بما يعني أن إثيوبيا لا تقوم بملء الخزان خلف سد النهضة إلا بعد الاتفاق. لكن يوم سمعنا في وسائل الإعلام الإثيوبية هناك انتقادات لرئيس الوزراء الإثيوبي وربما شتائم وبعض الألفاظ يعني البذيئة، لذلك سرعت رئاسة الحكومة الإثيوبية بإصدار بيان جديد قالت فيه أن رئيس الوزراء لم يغير موقف إثيوبيا وموقف إثيوبيا ثابت، وأن إثيوبيا سوف تقوم بملء الخزان خلف السد في شهر يوليو القادم. طبعا هناك نقطة مشتركة، يعني ربما هناك أمل لدى الأطراف الثلاثة أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأسبوعين، وبالتالي يتم تحقيق كل الأمان كما يقال، أمنية ألا تقوم إثيوبيا بالخطوة الأحد، وفي نفس الوقت تقوم إثيوبيا بالملء الأول الذي يبلغ 4.9 مليار متر مكعب من المياه. طبعا إثيوبيا دائما يعني تتعنت في مواقفها وتتضارب تصريحاتها، استمرت المفاوضات أكثر من عقد كامل، يعني من 2011 والمفاوضات مستمرة، وآخر جولة من المفاوضات كانت الأسبوع قبل الماضي، ولم تحقق لا المسارات الفنية ولا المسارات القانونية ولا المسار السياسي أي نتيجة. حتى الاتفاق الكبير الذي صاغه البنك الدولي ورعته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي رفضت إثيوبيا التوقيع عليه بحجة أنه يقوم على اتفاقيات استعمارية، رغم أن إثيوبيا عندما وقعت هذه الاتفاقيات كانت دولة مستقلة ومصر هي التي كانت مستعمرة من قبل بريطانيا. يضاف إلى كل ذلك كانت إثيوبيا تتحدث في البداية وتقول أنها تريد أن تملأ الملء الأولي في يوليو لأن لديها انتخابات في أغسطس، وأن هذا الأمر سوف يؤثر على نتيجة الانتخابات. الآن في ظل الكورونا تم تأجيل الانتخابات الإثيوبية إلى أكتوبر 2021، وبالتالي يمكن تأجيل الملء حتى أكتوبر القادم، بمعنى كل الدراسات الفنية تقول أن الحصة التي تريدها إثيوبيا هذا العام يمكن أن تحصل عليها خلال أسبوع إذا ملأت في أغسطس، أو 3 أسابيع إذا ملأت في سبتمبر، دكتور، أو 4 أسابيع في أكتوبر. دكتور لو سمحت لي، متاحة للتوصل لاتفاق إذا كان لدى إثيوبيا النية الحسنة والإرادة السياسية. نعم دكتور، يعني أنت قلت أن العديد من المحاولات وبدعم الولايات المتحدة ومع ذلك لم تتمكن هذه الدول من التوصل لاتفاق. أخيرا سمعنا جميعا عن حل ما يقارب 90% من الخلافات بينهم تحت مظلة الاتحاد الأفريقي كما ذكرت، يعني هل التصريح الأثيوبي الأخير سيؤزم الوضع من جديد وفق قراءتك للمشهد؟ في الواقع الحديث عن التوصل 90% هذا كلام قديم للغاية، لأن بالفعل حتى اتفاق واشنطن الذي كان في فبراير الماضي إثيوبيا نفسها قالت أن موافقة على 95% منه، وأن الخلاف فقط في 5%. كما تعلمين أي محادثات أي مفاوضات تبدأ بالنقاط المشتركة بين الأطراف، والمشكلة تظل فيها النسبة الأخيرة سواء كانت 10% سواء كانت 5%، وبالتالي لا جديد في هذا الموقف، يعني التوافق على 90% أو 95% تم منذ سنوات، لكن العقبة الأولى والأخيرة تتمثل في رفض إثيوبيا مشاركة مصر في إدارة سد النهضة كما تدار كل الأنهار الدولية، دكتور على أساس أن مصر تدعو إثيوبيا لمشاركتها في إدارة السد العالي وسد أسوان مقابل أن تشاركها في سد النهضة. نفس الأمر، هناك خلاف على ما يسمى بفترة الجفاف والجفاف الأممي، أيضا هناك خلاف حول السنوات. نعم دكتور أيمن، وبالتالي هذه نقاط كلها خلافية. أعتذر منك، لم يبقى لدي الكثير من الوقت. خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير كنت معي مباشرة من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر.